يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد في صلاة الفرض يكرر الآيات في الركعة الواحدة للتدبر والخشوع، فهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض؟ في صلاة الفرض لا، ما ورد، إنما الذي ورد في صلاة الليل، إذا صار الإنسان يصلي وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى وحده فليطول ما شاء، أما اللي يصلي بالناس يخفف عنهم ولا يطيل عليهم ولا يردد ولا يمطط القراءة، مثل ما يفعل بعض الإخوان يمطط القراءة تمطيطاً يملل الناس، أو يرفع صوته بالمكبر صوتاً يفزع الحاضرين ويشق عليهم. على الإمام يراعي أحوال الناس ولا يشق عليهم، لا في زيادة الصوت ولا في زيادة التمطيط والتمديد الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولا في طول القراءة، بل يخفف عنهم. نعم.